خلي أقول لك فتشة. أجمل شيء في هذه الحياة عندما تعطي وتنتظر المقابل من الله لا من البشر. أجمل شيء ودال على قوة الإيمان عند الإنسان. تعطي لكن لا تنظر إلى البشر هل سيرد عطاءك يوما؟ أبدا، بل تعتقد جازما أن هنالك من يباركها، يبارك تلك العطايا، وهو الله عز وجل. تعطي التسامح فتجد أن الله يوجد لك من يسامحك. تقضي حاجة فتجد أن الله يوجد لك من يقضي حاجتك. تزرع الطيب فتجد أن الله عز وجل لا يجعل لك عند لئيم حاجة، بل عند الطيب من الناس. ذكر كلامي، أجمل شيء هو أن تتعلم أن تعطي وتنتظر من الله مباركة عطائك لا من البشر.